مساء الخير. اليوم حتكون قصتنا المميزة عن نمبر 1، رقم 1 في عالم فور ايفر، وهو رولف كيب، ألماني الجنسية. حبيت أوضح لكم قصته باللغة العربية، هو حكاها باللغة الألمانية، فهنحكي شوي عنه وبعدين ندخل في تفاصيل قصته وكيف بدأ مع الشركة وهي القصص. أول شيء، رولف كيب عمره حاليا 50 سنة، وبيحكي أنه أنا صرت محطوط أكثر لما عملت بجد أكثر، هذا الأساسي بالحياة، ما في شيء بيجي عبارة المستريح، وإنما الحظ بيجي أكثر من الشغل، أكثر تتعبوا أكثر. طبعا حكى عنه طفولته ما كانت حلوة، وبالمدرسة تم فصله بالبداية لما كان بالابتدائية، وبالمرحلة الهاي سكول، مرحلة الثانوية والإعدادية، كان فشل في هاي المرحلة، وتم أبوه طالعه من المدرسة وأعطى يعني بشغله بمجال شيف أو يكون طباخ، ودخل هذا المجال فقط لمدة أسبوعين وتم طرده بعده لأنه ما كان ناجح فيه. بيحكي بكل صراحة وشفافية أنه طول حياته فترة الشباب ما كان فيها أي نجاح أبدا، وإنما كانت كلها إخفاقات وفشل، ولكنه مع هيك ما آمن بحاله أنه شخص فاشل، لا، وإنما بالصدفة عم يحكي أنه تعرف على شركة فوريفر. هنعرف كيف تعرف على شركة فوريفر. فبالصدفة كانت أشخاص عنده بالعائلة، والده ووالدته مريضين، وعم يدوروا على منتجات طبيعية تفيدهم. بالصدفة تعرفوا على منتجات شركة فوريفر وجابوا هاي المنتجات، وصاروا يحسوا بتحسن يوم بعد يوم، خف المرض كتير وحسوا بتحسن كبير. لاحظ رولف كيب هاي النتيجة على عائلته، انه هاي المنتجات حلوة، عم تعطي نتيجة حلوة. حكى بدي اجربها على حالي، شو السبب، شو السر. فبدأ يشرب من هاي المنتجات، جاب منتجات عصير الصبار جربها، واخذ منتجات للبشرة، وصار يحس يوم عن يوم انه هو اقوى وفي عنده باور ونشاط اكتر واكتر. فاجا الفضول انه يعرف عن هاي المنتجات اكتر، ويقول انه هاي منتجات رائعة جدا ومفيدة جدا للاشخاص، فلازم انا انشرها بالمانيا. وبدأ يجيب من هاي المنتجات، بدأ بشكل فوضوي، طبعا هو بيحكي ما في حدا فوضوي قدي، فبدأ بياخد المنتجات ويحزمها معه ويطلع يوزعها على الناس، انه يحكي عن التجربة اهله مروا فيها، وهيك هو بهدفه انه يفيد الناس كمان. طبعا ما كان بيعرف شيء عن الخطة التسويقية، ما كان بيعرف شيء عن البونس، ما كان بيعرف شيء ابدا ابدا، كان همه الوحيد انه يوصل هاي المنتجات للناس. وبعدين اشترى كتاب بيحكي عن الالو فيرا، عن الصبار وشو فوائده، وعرف انه لحتى تعرف الحقيقة حد أول شيء بتقرأ عنها، النصف الأول القراءة عنه والنصف الثاني تجربه لحتى تكون عندك الصورة متكاملة. وبعدين بدت فكرة أنه يحكي عن هذا الموضوع ويحكي عن هذا المشروع. طبعا هو يعتبر الخط الثاني لريكسمون، وبحكم أنه ريكسمون كان بعيد عنه، فما كان في شخص يعلمه، ما كان في شخص يوجهه ويرشده، كان هو مضطر انه هو يعمل كل شيء، يتعلم خطوة بخطوة كل شيء من تلقاء نفسه. وحكى كلمة جوهرية جدا، حكاها انه لو انه انا شخص كان سبونسر عني، مسؤول عني، وتحمل عني جزء من مسؤولياتي، فانا ما رح كون ناجح، لازم انا اتحمل كل مسؤولياتي لحتى اكون شخص ناجح. وبالفعل اعتمد على حاله وصار رقم 1 بعالم فور ايفر. طبعا بيحكي انه هاي المرحلة، انك تكون رقم 1، مو سهلة، مر باشياء صعبة كتير بحياته، ولكن ما خلاها توقف عائق بطموحه. وبدت بدايته، بدأ انه يحكي لنا انه كيف بدأ مشروعه. فبدأ يعمل تنظيم او ميتينج، لقاءات للناس يحكي لهم عن المشروع. كان اول لقاء له كان داعي عليه تقريبا 100 شخص، وكان بالشركة، حيكون هذا الاجتماع بفرع الشركة بألمانيا، ودعا الناس، دعا 100 شخص، وحضر تحضيرات لتكفي 100 شخص، وعم ينطرهم. كان الموعد على الساعة 2 الظهر، وعم يستنى هو لحاله موجود بالقاعة، وصار له أسبوع ما نام لأنه متحمس كتير أنه لهذا الوقت أنه بده يحكي عن هذا المشروع ويحكي عنه. فعم يستنى، بعد تقريبا مرور 5 دقائق
إجا أول ضيف. طبعا هو حاطط براسه إنه عم يحكي بباله إنه أيوة الناس تأخروا لأنه أكيد جايين كلهم بباص واحد، وأكيد هذا الباص يعني تأخر، فهن تأخروا كلهم مع بعض. هو متخيل الناس تيجي كلها دفعة واحدة، وعم يعطي مبررات إيجابية للشي اللي عم يصير معه. فأول من دخل، دخل عنده شخص كان شكله بادي جارد يعني، دخل على القاعة ودخله وتفضل. الشخص الثاني كان سيدة عجوز جدا يعني ما فيها أنجأ، تمشي لحالها مستندي على بنتها، جاي معها بنتها لهذا الميتينج. طبعا بيحكيها بكل صدق انه انا كنت مبسوط جدا، صحيح دعيت 100 شخص ولكن ما اجوا غير شخصين، ولكني كنت مسرور جدا جدا انه انا كان في عندي شخصين. وقعد معهم وحكى لهم عن المشروع وتسجلوا معه. الشيء الظريف بالموضوع انه بيحكي انه هن تسجلوا معه لانه فقط لانه دفع لهم اجار السياره اللي ترجعهم لبيتهم، و الامشان التجهيزات اللي كانت موجوده بالميتنج. طبعا هن ما كانوا اشخاص جديين بالعمل وانما فقط تسجيل، مع هيك ما يئس ولا استسلم ابدا ابدا، وبدا ينظم حياته. بدا اول شيء هو كان فوضوي جدا، ولكن بدا بتنظيم حياته. بدا انه يفيق يوميا الساعه 5:30 الصبح، يتناول الفطور، يعمل الصور الخاصه فيه، بعدين على 7:30 يبدا المشروع، يبدا شغله من تنظيم لقاءات عمل بالوقت، بالساعه بيحدد شو رح يعمل. 10 الصبح كان يعمل لقاءات فردية مع الناس وينتقل من شخص لشخص يحكي لهم عن المنتجات والمشروع. الساعة 2 الظهر كان يعمل ميتينج لفرصة العمل، الساعة 4 يعمل ميتينج لفرصة العمل، 7:30 يعمل ميتينج، 9:30 يعمل ميتينج، يعني 5 لقاءات بالأسبوع، 5 لقاءات باليوم كانت تمر. يعني ونفس الروتين يوميا، يعمل نفس الشيء كل يوم، يعمل نفس الروتين. وكان ينظم محاضرات ولقاءات للي نسجلوا جدد معه. طبعا ما كان يتركهم، وإنما ما كان في إنترنت بهذيك الفترة، وإنما كان يروح للأشخاص، ينتقل من مكان للتاني لحتى يشرح عن هذا المشروع ويشرح عن المنتجات. وبيحكي قصة صارت معه. فبيوم من الأيام كان في عنده ميتينج بسويسرلاند، وطبعا هاي المنطقة بتبعد عنهم تقريبا 300 كيلومتر. بعد يوم طويل من التعب والإرهاق، وكان عامل 3 ميتينج 3 لقاءات، وبعدين اجتمع مع الناس الداونلاين الممبرز الأعضاء اللي كانوا مسجلين معه، وخلص يومه بالليل. فهو راجع للبيت، بطريق رجع للبيت عكتر ما هو تعبان، فعمل غط بالنوم وعمل أكسيدان، عمل حادث وما صحي. حتى وقت اللي صار الحادث هو ما صحي إلا لتاني يوم. البوليس عم ينقر على باب السيارة انه عم يشوفوا انه بعده عايش ولا لا. هو مو حاسس بهذا الشيء اللي صار معه بسبب التعب والارهاق اللي كان فيه، وبالموضوع انه كانت السيارة مدمرة وهو بعده ناجي سبحان الله. واهم شيء الاشياء الاربع اللي يحافظ عليها طيلة 20 سنة، كل يوم بيعملهم طيلة 20 سنة، هي وهذا المهم بالموضوع، وهذا هو الجذري واللي أساس إنه كل شخص ناجح حابب يكون ناجح يعمل فيه. أول شيء يوميا 5 اتصالات مع الناس. تاني شيء يوميا ببيع 5 منتجات من الشركة لحد الآن. طبعا يوميا بسجل بفكر ب5 طرق لحتى ينمو البزنس اللي هو ماسكه، وكل أسبوع بيسجل 5 أشخاص معه، يعني بيكون سبونسر عن 5 أشخاص بالأسبوع، بيبيع منتجات يومياً 5 منتجات، وبيجري اتصالات مع 5 أشخاص يومياً. وهي خطط الناس الناجحين، هيك الناس الناجحين بيخططوا. وفي شيء مهم جداً بالموضوع إنكم حكى بآخر المحاضرة إنه انسوا الأشخاص اللي حواليكم وفكروا بذاتكم أنتوا بس، انسوا الأشخاص المحبطين اللي حواليكم أو انسوا أي شخص جنبكم وفكروا بحالكم أنتوا. فكروا أنه بدكم تغيروا حياتكم، وأنه لو كنتوا بدكم تكونوا رقم واحد بفور أفر، فحتبدأوا من جواتكم، تبدأوا بتغيير أنفسكم لحتى توصلوا لهذا الهدف. وبتمنى تكون قصة أعجبتكم إن شاء الله. نلتقي بقصص تانية إن شاء الله عن نجاحات أشخاص تانيين مع فور أفر. مشكورين، كانت معكم أروى.